بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل على الميتابوليزم، واحنا خدنا قبل كده الجلايكوليسيس. خطوة رقم 2 اللي هي البريبراتوري رياكشن او ترانزيشن رياكشن، التفاعل الانتقالية والتفاعلات التحضيرية. لكن الخطوة دي بتحصل داخل الماتريكس اوف ميتوكوندريا، داخل الماتريكس اوف ميتوكوندريا، الفراغ اللي داخل الميتوكوندريا. طيب احنا قلنا الجلايكوليسيس بيتم في السيتوبلازم هنا. طيب الجلايكوليسيس بتؤدي لإيه؟ إن الجلوكوز لما يتكسر هيديك 2 بايروفيك أسيد أو 2 بايروفيك. طيب بتكونه فين؟ في السيتوبلازم. الخطوة الأولانية عشان البيروفيك ده يبدأ يتحول ويتكسر في الماتريكس، لازم الأول يدخل داخل الإيه؟ الميتوكوندريا. وبالتالي علشان نبدأ نطلع الـ ATP في الميتوكوندريا، ميتوكوندريال ATP برودكشن عشان ننتجه، لازم نعمل عملية إدخال البيروفيك أسيد كروز ميتوكوندريال ميمبرين. طالما إن الطاقة بقى هتتكون داخل الميتوكوندريا، يبقى لازم نمرر البيروفيك أسيد داخل الميتوكوندريا. الميتوكوندريا زي ما أنت شايف قلنا قبل كده إن هي عبارة عن تو ميمبرينز، الأول الداخلي اسمه الإنر ميتوكوندريال ميمبرين والأوتر، وبينهم سبيس اسمه الإنتر ميمبرين سبيس. طيب إمتى يدخل البيروفيت الأول مبدئياً؟ ما يدخلش البيروفيت داخل الماتريكس او داخل الميتوكوندريا الا اذا كان فيها الفاينل اكسبتور اللي هو الاكسجين. يبقى الميتوكوندريا تعمل امتى؟ اذا كان فيه فاينل اكسبتور اللي هو فيه الاكسجين موجود. اذا كان كده يبقى تبدا على طول في عمليه ادخال البيروفيك اسيد كروس ذا ميتوكوندريال ميمبرين. والحقيقه ايه؟ عندك الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين اهو الخارجي، يبقى فيه لارج دايمتر بورس، يبقى البيروفيك اسيد يدخل عن طريق البورز الموجوده في الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين ذات بيرميبل اللي بتبقى منفذه للايونز والسمول اورجانيك مولكيولز زي البيروفيك اسيد. خلاص احنا دخلنا الوقت البيروفيك اسيد الى ايه؟ من الغشاء الخارجي دخلناه للسبيس بتوين الاوتر والانر ميتوكوندريال ميمبرين. الخطوة التانية ان احنا ندخله بقى فين؟ داخل الفراغ الموجود في الماتريكس في الميتوكوندريا. الانر ميتوكوندريال ميمبرين has a carrier transport protein، يبقى هو يدخل من بره على هيئة ان في large diameter pores، لكن عشان يبدأ يدخل داخل الماتريكس يدخل عن طريق الكارير بروتين that transport البيروفيك acid into the mitochondrial matrix. كده وصل البيروفيك acid داخل الماتريكس. البريبريتوري رياكشن او الترانزيشن رياكشن، الخطوه اللي فاتت دي حصلت انها بندخل البيروفيك اسيد عشان يتم الخطوه اللي انا بتكلم عليها اللي هي ترانزيشن او البريبريتوري رياكشن، تفاعلات تحضيريه للخطوه رقم 3. يبقى البريبريتوري رياكشن ده يحدث فين؟ انسايد ذا ميتوكوندريال ماتريكس، داخل الماتريكس، ده سيتوبلازم سيتوسول. طيب ده البيروفيت اللي هو كان 3C 1 2 3 يدخل عن طريق الايه؟ البورز اللي احنا قلنا موجوده في الاوتر ميتوكوندر ميمبرين، وبعد كده من السبيس ده يدخل للماتريكس عن طريق الكارير بروتين. داخل الماتريكس بقى يبدا يتحول البيروفيت، يتحول يبقى اسيتيت. يبقى ده عباره عن 3C وده اسيتيت عباره عن 2C، يبقى احنا كده كسرنا كربونه من الكربونز الموجود ده وتطلع لقيت ايه؟ تطلع لقيت كربون دايوكسيد. طيب احنا اتفقنا لما يحصل فيه بريكس داون للبوندس يطلع على طول هيدروجين والكترون، يبقى لازم في الحاله دي عايز فري ناد اللي هو ناد بلس ده عشان يتحول يبقى ناد اتش بلس اتش او ناد اتش 2، يبقى كده اتحمل بيه الهيدروجين والالكترون. طيب الخطوه الثانيه ان الاسيتات الموجوده او الاسيتات اللي اتكونت اللي هو عباره عن 2 سي دي لازم تتحد مع الكو انزيم ايه عشان يتكون الاسيتال كو انزيم ايه اللي بيبدا يدور دور الكريبس بعد كده. يبقى ده باختصار البريبراتوري رياكشن. الكربون اند الاكسجين اتومز ار ريموفد اند ريليزد از كربون دايوكسيد. يبقى التفاعل ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي كربوكسيليشن. كلمه دي معناها نزع، يبقى دي كربوكسيليشن نزع الكربون على هيئه الكربون دايوكسيد. يبقى نوع التفاعل ده ايه؟ التفاعل ده نوع دي كربوكسيليشن، لان احنا بننزع الكربون الموجوده رقم 3 ده في البيروفيت ونحوله لاسيتيت ونطلع الكربونه دي على هيئه ثاني اكسيد الكربون، عشان كده قلنا دي كربوكسيليشن. طيب البيروفيك اسيد ده علشان يفقد ذره الكربون لوزس 1 كربون اتوم ان ذا رياكشن انفولفز ايه؟ عايزين الناد بلس طبعا اللي احنا قلنا عليه اهو عشان يحمل هيدروجين والكترون، وعايزين الكو انزيم ايه عشان يتفاعل مع الاسيتات ويديك الاسيتيل كو انزيم ايه.
يبقى the results of the preparatory reaction لو عندك جزء واحد بس من الايه البيروفيت، يبقى انا عندي واحد كربون دايوكسيد، واحد اسيتايل كوانزيم A، وجزء من الناد H بلس H. طيب الجلوكوز الوقت لما بيتكسر بقى الوقت بيديك ايه؟ بيدينا 2 بيروفيت. طيب يبقى انت الوقت عايز ايه؟ 2 كوانزيم A وعايز 2 ناد بلس، يبقى الاثنين بيروفيت دول هيديك ايه؟ 2 كربون دايوكسيد مش واحد، هيديك 2 اسيتيل كوانزيم A، هيديك 2 ناد H2 او 2 ناد H بلس 2H. ده باختصار البريبراتوري رياكشن، بنجهز للخطوة التالتة اللي هي كريبس سايكل أو سيتريك أسيد سايكل. السلام عليكم ورحمة الله.